هذا البرنامج برعاية الحياة. بتتغير والطرق اللي بنحمي فيها بيوتنا كمان لازم تتغير. يعني بدل الخلطة هلأ صار في لميس 3 في 1، غطاء واحد من غير أي إضافات، حينظف 100 نوع من البقع ويطهر 100 نوع من الجراثيم، بيلمع أرضيات البيت وبيعمل ريحة حلوة. بدك تنظفي وتطهري صح وتضمني الحماية كل يوم، يعني ما فيش غير لميس 3 في 1 اللي ينظف ويطهر ويعطر. لميس 3 في 1 لنظافة بيتك كل يوم. كما عرفتوا طبيعة برنامجنا، كل اليوم نكونوا مع حد يكون لا حرفة نتعرفوا عليها ونعيشوا معاه أجواء العمل متاعه، وأيضا يكون برنامجنا لا رسالة هادفة وهي للشباب اللي يشتغل ما يتحشمش، لأن ما فيش حاجة اسمها عيب. واللي ما زال ما اشتغلش أو فكر إنه قاعد مضايق نفسيا مش عارف مش لاقي شغل، في شغل تقدر تتعلم أي شيء وتشتغله. اليوم معاه فني ديكور بس بطريقة أخرى اللي هي الجبسن بورد، المعروفة بجبسن بورد. اليوم حنعيشوا معنا الأجواء، وأيضا نحن كيف ما نعرف من اللبين اللي بيدير جبسن بورد يقول لك غالي غالي غالي، إحنا نعرفه نحن غالي عليش، وإن شاء الله نعرف طبيعة شغلهم بالكامل من خلال هذه الحلقة. السلام عليكم. الله يعطيك شو بارك. الله يسلمك. الله يعزك. شو بارك. الحمد لله. الله يسلمك. رحبوا بيك عبر برنامجنا شغل مش عيب. طبعا كيف ما قلت لكم في المقدمة ونيس جبسن بورد. طبعا ونيس في البدايه اكيد انا بدنا نعرف شو اللي خلاك تتجه للحرفه هذه وكيف تعلمتها. والله يا اخوي عوض، انا هوايه من وانا صغير في حشيشه الرسم، حشيشه الديزاين، ديكورات، حشيشه فاتلكه. اسمها سيبت قرايه 2006 في 2005 2006 علاقت مع واحد سوري قال لي ياسر، قال لي ياسر المصري راجل الله يطريه بخير. علاقت معه كان دايل لي يوميتي 10 جنيه أيام العشرة بسطين عشرة هاي ما عشرة نية عشرة نية تقروا حق ديربين نايم عبي بين تلاجة كان يعطي فيه 10 جنيه. نطلع معه 8 في الصبح عند 5 في العشية نروح نجي الحياة باتي الله يرحمه. أقول لي باتي الراجل يضحك علي يعطي فيه 10 جنيه، يقول لي وليدي تبيني أعطي فيك فلوس؟ هذه صانع حرفة تلقاها بعدين. هو يقول لك في مثل يقول لك ما تعطينيش باش ناكل اليوم، علمني باش نجيب ناكل بكرة كل يوم كل يوم كل يوم. أيوة. علاقت معه كان دير لي 10 جنيه. جت فترة حياة باتي الله يرحمه عديتنا إياه سوق الجمعة، كسدنا سوق الجمعة، هذه كشافية الشحن، هذا ترابنا، هذه عدة خدينا لميت، قدرت عدتي وقاعد بالتليفون عريب عندي خدمة كذا كذا نعدي نعلق بهم عريب، وفي ناس نخدم معهم الله يسمحهم رامزي لوجدي في محل المارد تحي فاتح رامزي وعلي الله يسمحهم، توه بالتليفون كان في حاجة تعالي عريب وعلقت سيبت قرايه قلت روحي تمام. الفتره اللي تعلمت بها كم كانت المده؟ هل هو 7 شهور؟ يعني لو تو نحن بنوجه رساله للشباب، المهنه مش صعبه يعني تقدر تعلمها بسرعه. بس لا اعطيها تعطيك تقدر يعني لها اكيد كل شيء تحبه ضروري لكن الفتره مش بتالي حاجه بتالي واو واو ولا مثلا لما نجي حق كيف الديكور طبعا حقه هيك نخاف تخاف هذا كيف مين دار لكن سهله رسم تبي فتحة عقل ودماغ تلقى روحك 100% والفلوس آخر حاجة حولها وأهم حاجة الصنعة قدام الزبون كانت تربي زبون نجي شلفة فك واطلع لا هكي لا ما سوينا نحن ونيس. الناس لما تو تحكي عن جبسن بورد يقول لك لا فكك منه جبسن بورد غالي، هل المواد هن اللي غاليات ولا أصبحت يعني اليد العاملة هي اللي غالية؟ نقلنا يد العاملة هي اللي غالية تو اليد تو في اللوحة ب 22 في لوحة ب 20 في لوحة ب 15 الأكراد يقول لك أنا نعمل يدي راكب 22 جنيه يضحك عليك بها هذه كيف يضحك عليك؟ يجيب لكش كنوف الألماني بضاعة ألمانية يجيب لك البضاعة المصرية تمام حلو ونيس يعني تو نحن أنت بنسترجع بيك النقطة أنت قلت لي أن اليد العاملة غالية فهذا دليل أن المهنة هذه ما فيهاش اللي بيين واجد تمام فلذلك نشدوا رسالة هذه من خلال البرنامج الشباب بيش الناس ما ترجعش عليك
مش الناس ما تقدرش تجي تخدم لك في شقتك تطلب في اسعار غاليه. فياريت شباب يتجهوا، يعني الناس اللي ما عندهاش عمل ما عندهاش شيء يخش يمشي يتعلم خدمه الجبسن بورد، ياخذ فتره بس يتعلمها كويس. تمام، باش اقل شيء يونيس الناس تلقى سعر. يعني انا وياك ليبي خبط بعض، ما نقصرش بعض، فك منك وتفك مني ونادرزوها ونجيب لك واحد يعرفك ونزل تمشي صح. لكن الاجنبي لان جاي متغرب بياك سعر واحد بيقول لك سوا خدم لك كويس ما خدملكش كويس بيطلب منك سعر. طبعا نحن يونيس اليوم بنعيشوا معاك جو العمل بتاعك في الشقه، نحن جينا اتطفلنا عليك في الشقه. تمام كم شيء وانت قاعد تخدم. تمام كم شيء انا اليوم طبعا ما نكذبش عليك، مش حنكون معك رسم وديزاين وجوهره. تمام انا عامل اليوم معك. تمام يهمك شيء اطلب مني. تمام خذ راسك. تمام تسلم اخوي ويبا. حلو رسم تفضل. وروكم كيف يركب سقف المعلق مع اخونا ونيس. ونيس طبعا المرحله الاولى نحن مد لك ال يعني هي شغل كلها تركيبات. يعني تركب الزاويه، ملتر الزاويه، تاخذ الزاويه تركبها الدور الداير، ميزان علامه وتاخذ بالمئه بالامتار. كملت الزاويه في جسر يتمد على كم جسر؟ على 120 نص ال 120 60 والبلاطة 60 في 60 في 60 تنزل بلاطة شنو متريها أو ما تاخذ الزوايا وتنزل شناقيلة الأولى هنا قاعدة فوق أنا هنا أخوي عوض أو التل هذا في تل أخنا بدون حتى شغل الإضاءة كيف ما تقول؟ أهو هذا التل الآخر أهو الإضاءة طوري كيف تقسم حسب حسب الأمتار مرات حمام كيف تصير؟ نحن نبدأ التركيب. تمام وليه حتى الإضاءة نشف عليها. تمام تمام توها والله تفضل. طبعا أنت تو تبي بس في حتى يا ونيس اللي يشوف فيها ان هي شغله بسيطه لكن حتى تعب. لا في تعب في تعب ما فيش نار بدون دخان في تعب المجهود بتاعها تقدر تضارب الصنعه تضيع الصنعه تضيع فهمت في لبز ويعدي لو البلاطه هذه تنزلها كريت امتارها تاخذها تنزلها متريحك تاخذ منها سكر تقول الاخرى هاي اخويا تاخذ الاخرى تنزلها تريح تاخذ البلاطه هذه مش تشتغل تريح شو ما تشوف يعني اللي يحب الشغل واللي يطرب له حتى الشغل يعطيه يعني مش مجرد انك انت خلاص خديت حرفه لا بالعكس الحرفه هذه تخش عليك فلوس وتغنيك من حاجات واجده حتى لو انك انت تشتغل في عمل حكومي مش غلط انك انت تعطي شغل اخر اضافي لك بكره بعد بكره تلقاه عبد الله كيف ما نقولوا بالعزيز لولا شقاقه تقعد انت تشتغل وكيف ما يقولوا يعني حتى المبلغ اللي تديره هذا تخليه مدسوس ينفعك في بكره بعد بكره ينفع. تونا يا اخوي عويضه متدرجه في العمل ما عادش قاعد ندور في فلوس قاعد هوايه قاعد حتى ما يقول لي عريبي في مكان عادي كيل كم بكم يجي يخش كيل حق من هوايتي نحق في المكان راكب حق في السقف راكب من عند ربي لما يجي يخش المكان حق راكب. لكن في حاجه بقول في وصلت نقطه لاخوتي اللي بيه اللي تعلم الصنعه مش يخدم خدمه خدمتين طيح 300 400 الف بعد يرقد من اي زبون يقول لا والله انا ظروفي كذا هذه هي الهلكات اللي بيه. حتى بعد يجوا المكتب في واحد يبي يخدم يقول لا لا ليبي فتني منه معيده مش تمام مش معيده مش تمام هو يده سمحه وذهب وني لك شنو يلم قرش قرشين ويهرب لا غلط ضيع الصنعة ضيع له. وانا الصنعة هذه الحمد لله زوزت منها وبنيت منها ودرت منها السيارة والحمد لله نعمة من ربي. الله يسلمك. كيف ما شفتوا يقول لك نبي نتجوز ومش لاقي ما نتجوز لا اخدم واعطي صنعة حقها الفلوس يجنب بعد لكن ما تقعدش راقد في الحوش تقول والله كله من البلاد. انا نعرف خريجين
أقسم بالله يشتغلوا، ما حصلش عمل في الدولة مشان الشغل الخاص واللي قال روح، ومش عيب. ما نقدوش نحنا نقول والله لا والله بيك أنا تخرجت وما حصلش عمل، نقد نندب في الحوش، مش هيجيب نتيجة. يجيب لك نتيجة هف، عور على يدك ومشي يشتغل، إن شاء الله ربي يفتح عليك ويجيك العمل الحكومي. تخش تقطص انت بس تخش تقطص. ما فيش واحد جنب بطل ما متعلم. انت الصن هذه الجبسنبور قعدت فيه 7 شهور، الصن هذه قعدت فيها 3 شهور. يعني مش علم ولا حاجه بعيده بكل. انت مش متعلم. لكن فكره انك انت نبدا. والسقف معلق اللي عجبتني فيه تريحت اكثر من الجبسنبور، تقول ليش؟ لان السقف معلق امتار، ما فيش رسمات. توفيق يحسبون يقول لك انا نبي هذه ونبي هذه ونبي هذه، ودي لو قلت لا زيدي هذه معاه زيدي هذه بقى في امتار، انه في العمليات مش كيف بنزيد لك ونزيد لك، لكن في حاجات في مبلغ يقول لي لا بزيدها انت، وكان تقدر درنا كان تقدر نلقى روحي شنو حايز. فانا جبسنبور توقفت على جو خشيت على جبسنبور قاعد ندير شيء في قواطع تقسيم الديار امتار، وسقف مالنا هو اللي قعدت علقت عليه اكثر من جبسنبور. اصلا نظام امتار بيني وبينك امتار 3x3 4x3 5x3 فين امتار، ما فيهاش لف ودوران. تم خويا وليد. شفتوا عملية حتى الشغل اللي كم يعني منه الليبيين، ما فيش وسعة بال على الليبي. يقولوا إن الليبي مش مواعيدة مش ثابتة، الليبي شغله بطيء. لكن يعني كيف ما تعرف توسع بالك على البراني غريب مش عنصرية، تقدر توسع بالك على الليبي وبالعكس ما تلقى إلا الليبي. والله لما الليبي يخش يخدم أنا أقول لك متأكد 100%، لما تخش حوش وتحس صاحب الحوشة ونيس راقد ريح تبي تنازل من حقك شوي. تنازل نشهد بالله تنازل مرات، نقول أنا أجيب لي مواد عمليات ما ندورش في حاجات أنا ندير في نكل لله. ليش أصلا مسكين تلقى نيتا في هذه بديرها ولك مش عارف كيف يطق فيها، درت ناس واجدة والله ما قصار ما حد وخمسين بحاجة، بس اللي بين إني صف نية والله الصنعة ما وش وعرة. لجانب كلهم منا فلوس قعدوا يبنوا برا ويديروا في سيارات، يقول لك لا هذا أجنبي ريتا راكب بيم أجنبي راكب هامر. لا أنت تنظف 5 بالعشية ونظف 6 الصبح 7 المغرب ضيع 400 جنيه 1000 جنيه يروح 44 قناط مع حالة سوا. كيف ما قال خويا ونيس ضروري نوض شوية بدري وتخدم، لأن الليبي هو اللي تلقاه. كما قالوا لي خش حوش مثلا والله على 100 و200 ما يفاصلك، ممكن عادي تجي انت في العمل عمل يد تلقى الشغل كله شقه 5000 جنيه تجي تقول لها 4.5 يقول لك توكل على الله. والله اللي بين فينا يعني كرم في كل شيء، فرجاء نتحملوا بعضنا ونشدوا على يدين بعضنا. والشباب تحب تقتحم سوق العمل كل شيء، لا انا اقول لبعضنا في الليبي. ونيسا طبعا احنا انت قلت لي حنديره هنا مكتبة شاشة. طبعا اكيد الزبون لما يجي يختار لك الشكل هذا الرسمة اللي بيها وانت تاخذ المقاس. تمام. نحن اليوم واخدين المقاس واخدين الشكل حسب حجم الساس، مرات الساسة 3x3 حسب كبر الشاشة، مرات الساسة 5x6 يعني مش مش ثابتة الرسمة تابت. نفس الرسمة اللي قلناها جاب تعبت عليك. تو نحن مثلا هنا نبغى نديره الديكور هنا نحط انا بتاع الشاشه. انت حترسم لي المقاس وانا ان شاء الله اللي احنا نشتغل عليه. يهمك شيء يا ويب. تمام تمام. هو لما جيت تاخذ يا ويب الامتار اللوحه عرضها 120 الطول، لا لا اللوحه عرضها 120 الطول، فيه 3 متر في 2.40 متر. تاخذ العرض عرض اللوحه كم 120 تقص القائم على المتر 120 ايوه ثبت قائم هنا تحفر له تاخذ الترابلو الالتيار. تمام ايوه في نغزه هنا ايوه فتحه فتحه اضرب زيد اخرى تاخذ الخبور ثابت هنا خويا ويضا. تمام وهذه كشافيه الشحن
هي طبعا ما شاء الله شغل دلع تو شغل بلد. ايوه يعطيها نقزة لا اكيد ايوه بس اولها ها اعطيها ايوه زبط جوا لا اعطيها فيها وينه اعطيها تو نقزة هذا الباب الكاب خلاص ها ايوه انا بتعطي تو انا وحده اخرى فوق مش ضروري فوق انا لا لا عادي طرطشها كيف ما تبي يمين ويسار بس فوق مش كفلوطه ايوه هناك بلا وراسي تجيب الخبور تاخذ هذا خبور وهذا مسمار 30 سم خلاص تم عويت ايوه تو هذه كم مكي؟ احنا تو قلنا 120 120 تمام مكي 50 سم ومن هنا 50 سم 50 سم 50 سم تاخذ اللوحه ترقدها هكي اخوي عويضه تمام تاخذ من هنا من هنا تعلم 20 سنتي 20 سنتي عن تمام ومن هنا 20 من هنا سنتي تعلم 20 سنتي وتقص وبعدين تطلع الطول 50 سنتي 50 سنتي خلاص تو ربه بس هو موس الفرش تاخذ هيك عويضه تاخذ من هنا بالعرض هيك لا هيك من هنا من هنا طلع 20 سنتي 20 سنتي نعلمه تمام تمام تعلم الجهه الاخرى نفس الطريقه نفس الطريقه من هنا لهنا 20 سنتي 20 سنتي هذا العظم تمام تمام تاخذ بعد تبدا شنو تقص؟ تقص تاخذ الحديد هذه عويضه مش كانها قائم تاخذ القائم ايوه هيك العرض واحد بدنا هيك يا اخوي عويضه هيك تمام طبعا اخوي ونيس شكرا لك على استضافتك لنا واعطيتنا معلومات قيمه سواء في 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 جبسن بورد ولا حتى في اللي في اللي ماشي في السوق توا لكن رساله منك لكل الشباب اللي بيين وشنو تقول لهم وخصوصا ان الشغل ما هوش عيب لا عادي بنقول اخوتي اللي بيين الشغل ما هوش عيب يتعلم الصنعه يشوف اي تركينه يخدم فيها يشوف شغل قدامه ما هوش عيب تو الراتب الحكومي تو عندنا في ليبيا ما عادش قاعدنا ندوروا فيه ندوروا في الصنعة، الصنعة هي اللي تاكل وتشرب منها، فنقول خوتي اللي بي الشغل هذا والله ما اقسم بالله ما في اوعر حاجة، بساطة وديكورات وهندسة، استمخ بس، الفلوس آخر حاجة خليه تو جنب أرواح، وأهم حاجة النوضة بدري بس، يقول لك حتى الشباب اللي يخدموا معايا يقول لي خليها بعد الـ 12، يشد بالله يا ريبي كان تبي نخدم معك بعد الـ 12، علاش بعد الـ 12؟ هو الشغل كله في الصبح بدري. أنت ربي سبحانه يعني يوزع في الرزق بدري. رزق بدري. أيوة، اللي بنقول خوتي اللي بي نخرى ينوضوا يفضنوا وراه والله فلوسنا قاعدين كبان برا لجاني بيضحكوا علينا والله يلا ما فيش حاجه واعره ما فيش واحد جنب بطنه ما متعلم ان شاء الله ربي يصلح الحال يصلح البال سلمى اخويا بارك الله فيك اخويا ونيس ان شاء الله رسالتك تكون وصلت وجه تحيه لراعي برنامجنا شركه لميس لمواد التنظيف في الختام تقبل تحياتي نعوض برغفي والمصور احمد العبيدي حفظ الله ليبيا مع السلامه هذا البرنامج برعاية الحياة بتتغير والطرق اللي بنحمي فيها بيوتنا كمان لازم تتغير يعني بدل الخلطة هلأ صار في لميس 3 في 1 غطاء واحد من غير أي إضافات حينظف 100 نوع من البقع ويطهر 100 نوع من الجراثيم بيلمع أرضيات البيت وبيعمل ريحة حلوة بدك تنظفي وتطهري صح وتضمني الحماية كل يوم يعني مفيش غير لميس 3 بواحد اللي ينظف ويطهر ويعطر
لميس 3 في 1 لنظافة بيتك كل يوم.